في هذه الأيام الكريمة المباركة تحتفي وتحتفل محافظة سوهاج بمولد سيدي العاق بالله بسوهاج، والذي يبدأ الاحتفال من يوم 21 شوال إلى 5 من ذي القعدة. الاحتفال بأولياء الله الصالحين يتلقى هذا المسجد، وهو من المساجد الكبرى في محافظة سوهاج، يأتي إليه الزوار والسادة الرواد من كل فج عميق ليشهدوا هذا الاحتفال الكريم المبارك. وعندما نحتفي ونحتفل بذكرى أولياء الله الصالحين، نأخذ الدروس والعظات والعبر من هؤلاء ومن حياتهم. إذا حياتهم نبراس علم، نبراس ومنهج حياة. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرفنا من هم أولياء الله الصالحين، فقيل الأولياء كما في صحيح مسلم وغيره، الأولياء هم الذين إذا أرؤوا ذكر الله. قال ربنا سبحانه وتعالى حاكيا عن أولياء الله الصالحين وعن أوصافهم وعن سماتهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما النتيجة يا رب العالمين؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأول وصف من أوصاف أولياء الله الصالحين حتى تكون يعني وليا، لابد من الإيمان بالله عز وجل والتقوى. ووصف آخر من أوصاف أولياء الله الصالحين كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام خطيبا في أصحابه، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم عند الله عز وجل. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، من هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم في أوصافهم: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام جمعت بينهم. إذن الأولياء تجدهم دائما في حالة حب، في حالة عشق، في حالة ذكر لله عز وجل. مختصرة عن سيدي العارف بالله بسوهاج، هو سيدي أحمد ابن زريد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ينتهي نسبه إلى سيدي الإمام علي بن أبي طالب والسيدة الزهراء سيدة نساء الدنيا والأخرى رضي الله عنها، وصلى الله على المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن ينتهي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من سلالة آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان بحرا عميقا في كل العلوم، له علوم في التفسير وفي الأحاديث وفي الفقه وفي اللغة، وأقيم بدولة المغرب، ثم جاء من المغرب إلى هنا في مصر، وله ذرية، كان له ابن، وهذا الابن له ضريح الآن في بلدة إدفى بجوارنا هنا، يسمى الشيخ عبد الكريم في قرية إدفى. إذن هذا الولي ينتهي نسبه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من العترة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم من دولة المغرب إلى هنا واستقر في مصر، أعتقد في الحملة
في أثناء الحملة الفرنسية، جاء هنا واستوطن في محافظة سوهاج. وقيل قرأت في سيرة حياته أنه كان يعمل حكمدار لمحافظة سوهاج في آنذاك الوقت.